انتفاضة حصلت سنة 1980 بمدينة كوانغجو، والناس بقى بتتظاهر ضد حكم العسكر وبتطالب بالإفراج عن المحبوسين ظلم، والبلد قايمة ومولعة. كان في ممرضة مش في دماغها كل الكلام ده ومستميتة في الشغل بداعي وبدون داعي، وليها شخصية قوية كده، يعني لو مريض بلطجي شافته بتبخ في وشه وبتمرمطه وقدام المدير كمان، ما بيهمهاش، ولو مش عاجبك اطردني. ومن كتر حبها في حياتها الجميلة حلمها تهج وتهاجر، تسيب البلد بالعيشة واللي عايشينها، عايزة تشوف خلق جديدة بقى. لغاية لما الحظ لعب معاها واتقبلت في منحة لجامعة ألمانية. فهي ايه الحلاوة دي، اخيرا الزهر هيلعب معايا، امال انا كنت فاكرة اني فقر ليه، ارقص ولا اعمل ايه؟ والوهلة افتكرت كده، هو انا اجيب فلوس تذاكر الطيران منين؟ بس صدقوني ما منكدة على نفسي، هتشقلب وهجيبهم، يعني هجيبهم واغور من هنا. لغاية لما الفرصة جت لغاية عندها، لأن عندها صديقة من النوع المناضل جدا، بترشق في المظاهرات وتوزع منشورات وبتسب في النظام واللي جابوه. فيقوم أبوها جايب لها عريس ابن واحد في الأمن القومي، اللي هو زي ما اخترت يا حاج، يا لهوي على التوافق، لو قاصد تسلمني مش هتعمل كده. فقررت بدل ما تخرج معاه في موعد أعمى تقول للبطلة هديك فلوس تذكرة الطيارة بس بشرط تروحي مكاني وتفش العريس. فالبطلة لما صدقت، فهي رايحة الموعد لقيت شاب كده ملو هدومه برنس ووسيم، بس ما تأثرتش. وأول حاجة عملتها طلبت خمرة، اللي هو ما تغمض ليش عين غير لما تسطل واسكر على الصبح. فهو ايه ده، شكل الإزازة ساقع ومشبر، وشرب معاها، وبدأت كل ما تحاول تخليه يتقفل منها يفقعها. فتقول له بص انا شغل هيبقى اهم من البيت ومنك شخصيا. فقال لها مش معقول، ده انت نوع المفضل. فهي طب ايه رأيك بقى، مش هجيب ولاد، وهو انت حرة، هو انا اللي هخلف. فهي طب بالنسبة لباباك ومامتك مش ههتم بيهم. فقال لها حضرتك هما متبريين مني اصلا، فمش هتلاقي مشكلة في الموضوع ده، شفت ازاي متوافقين مع بعض. فالبطلة لأ، باينه يوم مش فايت. فقامت واخداه لمطعم يقرف الكلب وقعدته جنب الحمام عشان ياكل على الريحة، اتموسفير رهيب. بس المصيبة لقيناه بياكل عادي، بيقول لها هو ده بقى اسوأ مطعم تعرفيه؟ لأ ده انت متدلعة قوي. البطلة بقى قعدت تشيط، اللي هو ما بدهاش بقى، وقالت له بص انا لازم اعمل شوبينج دلوقتي، انا كده على اقل مرة يوميا بعمل شوبينج. فهو قشطة، طب انا نسيت محفظتي اشتريلي. فقال لها ولا يهمك. فودته على اغلى محل على اساس ان الرجالة بتكره الستات المبذرة، وهو اغرقي جوه واشتري كل اللي نفسك فيه ما تخليش. وهي يخرب بيتك، هو انت محترم ومتربي زيادة عن اللزوم ليه؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش عارفة انت مستحملني ازاي. الحلو انه عارف انها بتشتغله من الصبح، وان هي ممرضة مش البنت المفروض يقابلها، لانه شافها قبل كده بالصدفة في المستشفى وهي بتطحن البلطجي قدامه، فمن ساعتها كانت لفتة نظره، فعشان كده واخدها على قد عقلها. بعدها في مرة اتصادف انه لمحها ماشية في الشارع ولابسة لبس عادي جدا، فهو اوه اللي يشوفك المرة اللي فاتت ما يشوفكش دلوقتي، ها هنتقابل امتى؟ فحاولت توزعه، فقام طلع وراها الاوتوبيس وقال لها قدام الخلق يا حاجة امتى هنتقابل؟ اللي عاملة نفسها هبلة ومغطية وشها ردي. فالناس يا بنتي عبريه. فمن كتر الاحراج وافقت على ميعاد محدد، وبعدين بدأوا ينشدوا البعض، والبطل بدأ يحكي لها عن نفسه وإنه نجح وخد رخصة الطب صحيح، بس مأجل تخرجه عشان يشارك في مسابقة غنى الجامعة. وبعدين أبو البطل بعته بهدايا وحاجات عشان عيد ميلاد أبو المناضلة اللي المفروض حماه، فهيقابل البطلة بالصدفة هناك. فهي والمناضلة والشوم جاب ألوان، اللي هو البطل هيبلعنا، اتفضحنا بجلاجل، بس هو كان عارف اللي فيها وان هم بيخدعوه فسطر عليهم. لكنه اتفاجئ من المناضلة ان البطلة بتعمل كل ده عشان عايزة فلوس لتذكرة الطيران. فساعتها البطلة حست بالذنب قوي وراحت تعتذر له،
فقال لها عادي انا اصلا هرش الموضوع من الاول وسايبك كده عشان انا معجب بيكي وخفت ان انت ترفضي تقابليني تاني، وعلى الرغم ان انت مسافرة اخر الشهر بس انا حابب ان احنا نتواعد، توافقي؟ البطلة عملت نفسها تقيلة في الاول اللي هو هرد بعدين، بس كانت طايرة من الفرحة ولسه بقت هتروح تقول موافقة يلا نقضيها. طلعت لها مشكلة ان المناضلة صاحبتها اتقبض عليها في مرة، وابو البطل الارعن قال لها لو ما لمتيش نفسك وبطلتي تمرد هبستفك وانجزي تخطبي لابني بسرعة لفلس عيلتك وارميكوا في الشارع. كان راجل امير قوي، فالمناضلة جرت بسرعة تستنجد بالبطل انهم يمثلوا انهم مخطوبين وينقذوا الموقف، فهو رفض وقال لها انت اللي سقتي فيها من الاول ومش مشكلتي حياة عيلتك. وعلى الرغم انها عارفة ان البطلة معجبة بيه اتحايلت عليها تقنعه يخطبها عشان تنقذ عيلتها. فقامت الهانم البطلة رايحة سدت نفسه وبتقول له انا كده كده مسافرة في الاخر، فما ينفعش ابقى انانية وادمر حياة صاحبتي. فالبطل يعني انا دلوقتي بقولك اني معجب بيكي تقولي روح اخطب صاحبتي؟ السلام الداخل اللي انت فيه ده، هو انتوا شربات ببدل فيكو؟ وبصراحة استخسر فيها بوكيه الورد اللي جايبهولها وخده ومشي. وفعلا راح تاني يوم يخطب المناضلة وبدأ يتجنب البطلة، ولما جه يوم الخطوبة نار الحب بدأت تشعلل في البطلة وغارت، ايه ده الواد شكله هيضيع مني. ولما صدقت شافته قاعد لوحده واستفردت بيه وقالت له بص الصراحة أنا مش راضي ومش قادرة استحمل، أنا عايزة أكمل معاك لآخر مايو. فهو فرح جدا وهرب هما الاتنين من الخطوبة. فالمناضلة خدت بالها وغطت عليهم وقالت أصل أنا لقيت البطل تعبان فقلت أخليه يروح يرتاح قبلي. فأبو الأرعن طبعا عارف إن ابنه ماشي على حل شعره، فتاني يوم لطش له على الصبح وبعد ألمين البطل مسك له إيده فقال له آه كبرت يا شحت وبقيت تصد إيد أبوك، بس يؤسفني أقولك إن دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها، استنى عليا. البطل مهتمش وبدأ يهيص هو والبطلة ويتفسح ويزقططوا وياكلوا ويشربوا لبن ويغرقوا بعض بالجبن، كانت حاجة آخر كالسيوم. هوب على اخر اليوم الجميل الارعن ابو البطل خطف البطلة ومنحها من السفر وهددها بعيلتها، عمل حاجات كتيرة جدا. فيقوم البطل يلاحظ ان حبيبته اختفت فقعد بقى يتجنن وقلب عليها الدنيا لدرجة ان هو سافر للقرية اللي اهلها فيها، وبعد فرهضة ظهرت قدامه لكنها كانت متغيرة جدا وقفشة وحاولت تبعده عنها، حتى لما استناها على محطة القطار لقاها متجاهلة فما هدلوش بال غير لما تقوله فيه ايه، فقالت له اسأل ابوك الله يحرقه انا حاليا مش عارفة اعمل ايه انا بقيت خايفة منك. فالبطل اتصدم وراح يتذلل لابوه انه يسيبها تسافر ويعمل اللي هو عايزه، بص انا هتجوز المناضلة ومش هخلفك تاني. فالارعن حبيبي انت كده كده هتتجوزها ده مش اختياري ولسه ما شفتش حاجة، حضر بقى شنطك يا روح الماما لانك هتسافر انت والمناضلة صل وهتعيشوا هناك. فالبطل راح مكسور القلب يودع البطلة لانه احتمال ما يشوفهاش تاني، وقال لها ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا اجمل ايام في حياته، وهي كمان ودعته بس ببرود جدا لكنها الحقيقة كانت هارية نفسها عياط. وفعلا سافر هو والمناضلة لكن ما كانش بيقعد معاها في البيت تقريبا طول اليوم برا، لدرجة ان المناضلة قالت له انت بتتجنبني اشتمني لومني قولي ان انا السبب في كل حاجة ما تسيبنيش كده هزقني. فهو قال لها طب لو عملت كده هيفرق في حاجة يعني؟ وبعدين انا مش بلومك انا فعلا مشغول، عايزة يا اختي تيجي معايا تعالي. فلما راحت معاه عرفت ان هو بيراعي واحدة اتصابت في اضراب عمالي، وبسبب ان هو معرفش ينقذها زمان جات له فوبيا من ان هو يعالج اي حد في حالة حرجة، ومن ساعتها بيدفع مصاريف علاجها وعايز ينقلها للمستشفى اللي فيها البطلة عشان امكانياتها احسن. فالمناضلة خدته في يوم وقالت له بص كفاية خوف من المجتمع ارجع للبطلة، انت لو تعرفها بجد هتعرف ان هي اصلا باردة وعندها لا مبالاة رهيبة، هي قالت لك بس ابعد عني عشان خايفة ابوك يأذيك لانه هددها بيك وانا كمان هرجع واتمرد واتظهر براحتي.
فهوب والبطلة وهي مكتئبة تلاقي البطل في وشها وبيقول لها أنا عارف اللي بعمله ده غلط وإني سببتلك ألام كتيرة، بس الحقيقة أنا مش قادر استغنى عنك. فهي اللي جريت عليه على طول، واتفقوا يرجعوا مع بعض العاصمة ويعيشوا بعيد عن وجع الدماغ. ندخل في الجد بقى، البلد أعلنت قانون الطوارئ خاصة بعد ما المظاهرات كترت، فالجيش بدأ ينتشر في الشوارع وواخدين أوامر إن أي حد مشكوك فيه يتسحل عادي، يعني تكون ماشي في أمان الله تلاقي حد يجيبك من قفاك ليه يا عم أنا ما عملتش حاجة، فتلاقيه بيقولك مش مرتاح لك يا عم شكلك مش عاجب. والمفروض الجنود بيعملوا كده عشان القادة مفهمينهم إن في جنود من كوريا الشمالية تخفوا في هيئة طلاب جامعة ودخلوا البلد، بس دول بقى كانوا دايسين بيقتلوا أطفال وكبار السن مش مخليين وبهدلوا المتظاهرين. ومن كتر المصابين البطل والبطلة الظروف هتجبرهم انهم يقعدوا في المستشفى وهيساعدوا الدكاترة، والحلو ان البطل ساعتها هيخف من الفوبيا اللي كانت عنده وانقذ حياة واحدة. مصيبة بقى ان القرعن خطفوا وقعد يضربوا ويحبسوا ولا كأنه صهيوني. ومن ناحية التانية ابو البطلة كان جاي ياخدها، بس هي رفضت تمشي معاه وقالت له مش متعتعة من هنا الا لما البطل يرجع لي، وكنا حاسين ان شكلها تستنى كتير. فاخو البطل بقى الصغير الله يكرمه قعد يتحايل على مامته ان هي تنقذ اخو كبير، فبيقول لها تخيلي ان ابويا بيعمل كده في ابنه المفضل، امال انا لو خالفته هيعمل مني ايه؟ كيس شيبس؟ فمرات ابو البطل فعلا هربته وشافت ان الوضع لا يطاق فقررت تطلب الطلاق. والحمد لله البطل لما نفد رجع للبطلة وقرروا ان هما الاتنين يتجوزوا. وفي يوم الفرح البطل قعد يدعي ان ربنا يساعدهم يتغلبوا على الشدائد اللي هما فيها، وان لو في الام بشعة هيواجهوها ياريت كل الحزن يصيبه بدل من البطلة. والاخت بتقول امين على ايه يا اختي، ما تدعوا انتوا الاتنين تكونوا سعدة. وللأسف وهي لسه جاية تقول دعوتها اللي كتباها حد يقطعها ويقول لها ان باباها اتقتل. وفي نفس الوقت الاخ الصغير هيسمع القرعن وهو بيقول لواحد اقتل البطلة قدام ابني عشان يتعلم الادب. فاحنا دلوقتي شكلنا داخلين على احداث عجب. اخو البطل الصغير هيقرر يلحق البطلة فهيفاديها من الرصاصة اللي كانت جاية فيها وهيتصاب مكانها. وهنا القرعن لأول مرة يبقى عنده دم ويتأثر، خصوصا لما حس ان محدش من عيلته طايقه. لسه هنقول خلاص الموضوع بقى تمام والابطال هيعيشوا في سلام، نلاقي ان اخو البطل اختفى. فهي والبطل قعدوا يدوروا عليه وافترقوا في نص الطريق، وكانت اخرتها ان البطل الحمد لله اتقبض عليه بس. اما البطلة فعرفت تلاقي فعلا اخوها بس ضحت بنفسها عشان تهربه، وماتت وحيدة وفي ايديها الدعوة اللي كانت بتتمناها في يوم فرحهم. بعدها البطل قعد يدور عليها بس مفيش فايدة، والمفتريين جابوا ان بعد 41 سنة لقى جثتها اخيرا ومعاها دعوتها، وكان مكتوب فيها انه لو حصل اي شيء غير المتوقع يا رب امنح البطل القوة انه يتخطاها والحزن ما يسيطرش عليه ويمضي في حياته. طب ادعي معاكي للمشاهدين يتخطوا النهاية، ولا انت الحب عميكي ومش شايفة قدامك غير البطل؟ حس بينا. المهم الانتفاضة اللي حصلت في المسلسل دي نبعة من احداث حقيقية، وكل اللي عاش المأساة دي لسه لغاية دلوقتي فاكر شهر مايو لحظة بلحظة، وواقفين حاليا ضد الحكومة لانهم مش عايزين يعترفوا ان اللي ماتوا دول ناس ابرياء ومصممين انهم دخلة من كوريا الشمالية. الحمد لله يا جماعة اخيرا عدنا 200,000، فبحب اشكر واحد واحد فيكم من كل قلبي. ولو عايزين تسألوني اي اسئلة انا ودينا اكتبوها وانا الفيديو الجاي هظهر لكم واجاوب لكم عليها، بنحبكم قوي. اما عن اسامي بنزي الجميل، زهراء اشرف، نيكول، تاج، شيرو، زهراء، آية، حبيبة احمد، ملاك، مريم، مريم عادل، مريم انور، إسراء، حوراء، نيكول،
وألاء أحمد وعيوش محمد. أما عن الرسائل ففي أكاونتات باسم KWT Free وRKA وحرية وبلاك كات وإسراء شعبان بيقولوا لكم دعونا يا جماعة ننجح بدرجات عالية ونفرح أهلنا، وأكاونت باسم سونيا بتقول لكم ادعوا لي، وأكاونت باسم جون جي جي بتقول لكم ادعوا لي أنجح عشان أنا مقبلة على شهادة البكالوريا، وأكاونت باسم جي اتش الله يهديكم بتقول لكم ادعوا لي أكون طبيبة نساء، وبسملة أحمد بتقول لكم ادعوا لي أخش طب بيطري، وأماني بتقول لصاحبتها تسنيم هفضل جنبك على طول ومعاكي يا أحلى حاجة حصلت في حياتي، أنت توأمي بحبك قوي. وكم باسم مروة عبدو بتقول محتاجة دعواتكم، حالتي النفسية بتتغير للأسوأ ومكتئبة. وزينة بعز بتقول لكم ادعوا لي أنجح وادخل جامعة كويسة. وأنا أحب أقول لجنى خالد ويوسف التركي كل سنة وانتوا طيبين وعقبال مليون سنة ويا رب تحققوا أكتر من اللي بتحلموا بيه. ونوران بتقول لصاحبتها نورهان كل سنة وانتي طيبة وعقبال سنين كتيرة قوي وإحنا سوا صحاب وإن شاء الله نحقق أحلامنا وأشوفك دايما من أحسن الناس. وأشجان الشامي بتقول لكم ينفع تدعوا لمامتي المتوفية لأنها وحشاني قوي ونفسي أشوفها في أحلامي. ورارة أيمن بتقول لكم ادعوا لصديقتي بالرحمة لأنها توفت بسبب نزيف ومشكلة في القلب. ويوستينا طلعت بتقول أنا امتحاناتي قربت وعملة ومواطل ومش عارفة أركز خالص رغم أني في العادة متفوقة بس حرفيا مش عارفة ومشتتة جدا أعمل إيه؟ وجمانة بتقول لكم ادعوا لأخويا أنه ينجح في امتحاناته. في أكام باسم باركلي هوا بتقول لكم ادعوا لي لأني ما شفتش مامتي بقالي 3 سنين بسبب انها مسافرة وبحاول كتير اني اروح لها بس لسه. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا أنيو.